ولا زلنا في مناقشة برنامج الرئيس القادم 2024-2030 واللي تم إعداده بواسطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وهرجع مرة تانية بقى هنا للملف السياسي وأصدقائي الأعزاء، هرفع الألقاب وهقول السادة الأجلاء محمد صلاح ومحمد أبو النجا. وكنت عايز أتكلم معاكوا على مسألة حكومة التكنوقراط أو حكومة السياسيين، الحقائب السياسية زي ما بيسموها بره. خلصتم الى ايه او توصيات البرنامج ايه؟ طيب هي الهدف في الاخر ايه؟ يعني الهدف اللي عايزين نوصله في الاخر ايه؟ ان الخدمه للمواطن او الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن يكون افضل، صح؟ يعني ده الهدف زي ما بنقول. فالحقيقه فكره ان يكون في كمان ائتلافات سياسيه على قضايا نوعيه، يعني ائتلافات سياسيه بتتكلم في موقف من قضايا في التعليم، ائتلافات سياسيه بتتكلم في موقف من الـ من الـ من الـ من الضرايب، ائتلافات سياسيه بتتكلم على موقف من السياسات الزراعيه. هي دي الـ 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 الاليه اللي هنقدر بيها نبلور في الاخر السياسه انحيازه، انا ايه الاولويات اللي عندي وايه اللي انا عايز اعمله. فلو ده اتبلور مع الوقت، والزميل صلاح كمان هيضيف على يعني استحداثات احنا بنحاول نطرحها عشان المسار ده يشتغل، ان هو مسار، هي مش فكره نقطه ان انا بقول وزاره سياسيه وخلاص، لا احنا بنتكلم على مسار يعني تراك زي ما بيقول. فعشان اقدر ابدا في المسار ده انا محتاج ان تبقى القوى الاجتماعيه اللي موجوده تبتدي تنحاز لائتلافات على قضايا نوعيه. لما ده يحصل وده يتبلور هتبتدي والله احنا نظرتنا في التعليم كذا، والائتلاف التاني لا نظرته في التعليم كذا. فالقعده اللي هتبقى موجوده في 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 اي حوار سياسي موجود هتبقى بتعبر عن كتل اجتماعيه. وانس ان انت بقيت تعبر عن الكتل الاجتماعيه هيبتدي مجرد الكلام السياسي اللي موجود ده يتبلور لحياه الناس. وبالمناسبه السياسه مش منفصله عن حياه الناس، يعني موضوع صندوق النقد الدولي لما طرح من الحكومه ان يا جماعه حطوا موضوع التضخم في اولوياتكم، رحب صندوق النقد الدولي من يومين ثلاثه بتصريح من كريستيلينا جورجايفا قالت التضخم عدو الفقراء، ودي الحاجه اللي تهم الناس في الاخر، صح؟ فالتعبير عن الكتل الاجتماعيه في المجتمع وتسييسها، وعشان كده حتى لما بنقول شارك هي مش شارك بس في الانتخابات، شارك في الانتخابات، شارك في الاحزاب، شارك في النقابات، وشارك في المجال العام عموما. طيب هو احنا